ما دلالة الاحتشاد الكبير لليمنيين في شوارع اليمن ومواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بذكرى سبتمبر؟ ما سر التوهج لشعلة الجمهورية في وجدان أجيال لم تعاصر الثورة؟ وماذا عن الاحتفاء بالثورة من قبل الدولة؟ هل كان بحجم المعركة التي يخوضها الشعب؟ أهلا بكم. احتفال الشعب اليمني بسبتمبر لم يعد روتينا سياسيا سنويا، بل صار حاجة وجدانية وثقافية. وإن تعثرت ولم تنمو نبتتها، لم يكن يمنعها من ذلك من أن تطيل جذورها في أعماق الشعب. الخراب الذي نشاهده بفعل تعثرها نعم، لكن الاحتفاء بها كان بفعل تجذرها روحيا. الشعلة الجمهورية التي ملأت آفاق المدن والقرى وتزينت بها الجبال كانت التعبير البصري عن مشاعر الحرية والهوية السبتمبرية، لكنها لم تخلو من اللمسة الجمالية، كما لو أن المدن والقرى اليمنية في يوم سبتمبر ترتدي تاجا من نور يهدي الحائرين. هذا اليوم من الأيام البيضاء في حياة اليمنيين، يوم الخلاص من الانعتاق والاستلاب الروحي وسلسلة الظلم والظلام، حينما استلبت الإمامة روح الشعب وبثت روح الكهنوت في صميم الإنسان اليمني من خلال لصوص النصوص الذين صاغوا تأويلاً سلالياً للمقدسات. واستلاب روح الشعب أخطر من استلاب أرضه، وذلك هو الاحتلال الخفي والمرير. نؤكد أن شباب تعز وأن شباب اليمن سوف يظلون مناضلين لهذا اليوم ولهذا الحدث التاريخي، وسيظلون مع النظام الجمهوري. وما احتفاء ليس له مثيل، لكنه هذه المرة شعبياً لا رسمياً بمناسبة الذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر. احتفى اليمنيون بذكرى هذا اليوم الفارق بين الظلام والنور، الجمهورية والإمامة. ازدانت شوارع المدن اليمنية بمظاهر الاحتفال، ففي تعز تم إيقاد شعلة الثورة، وأحيا الجيش الوطني المناسبة بعرض عسكري كبير وسط حضور لافت من عموم المواطنين وأجواء ثورية فريدة. تلقفت مدينة مأرب شعلة الثورة، حيث نظمت هيئة الأركان حفلاً رسمياً وجماهيرياً حضره جمع كبير من المواطنين والشخصيات العسكرية والرسمية. أشعل الجيش الشعلة أيضاً التي واصلت رحلتها إلى الجوف. هنا في الجوف نظمت السلطة المحلية حفلاً جماهيرياً ألقيت فيه الكلمات وارتفعت فيه أغاني أيلول المجيد. اليمنيون في المهجر لم يغيبوا عن إحياء هذا اليوم المجيد، ففي ماليزيا أقامت السفارة اليمنية حفلا جماهيريا كبيرا أوقدت فيه أيضا شعلة الثورة، وتم رفع علم الجمهورية في سماء كوالالمبور. في ألمانيا والهند والصين أقامت الجاليات اليمنية هناك احتفالات بذكرى الثورة في إشارة للارتباط بالأرض رغم بعد المسافات. اليوم خروج غير عادي، وفي اكتظاظ وفي قناعة بالخروج غير الاحتفالات السابقة التي كانت من أجل النظام ومن أجل الزعيم ومن أجل. اليوم نخرج من أجل الثورة وتمجيدا لتضحيات الشهداء والجرحى. اللافت هذا العام هو الاحتفال الشعبي بذكرى الثورة، حيث قام مواطنون داخل الوطن وخارجه بإذكاء شعلة الثورة في منازلهم على وقع أغاني أيوب وكلمات الفضول. منذ 56 عاما كان هذا هو العام الوحيد الذي لم تحتفل الحكومة رسميا بذكرى الثورة، ولم يلقي فيها رئيس الجمهورية كلمة الثورة على جماهير الشعب. ورغم أن ظروف البلد تتطلب تعزيز الاحتفاء بسبتمبر وترسيخ مبادئها لمواجهة الإماميين الجدد المنقلبين على الدولة منذ 4 سنوات، 26 من سبتمبر مرجعية كل اليمنيين، حتى خصومها الموضوعيون أرغمتهم الثورة على الاحتفاء بهذه المناسبة التي أنهت حكم السلالة وأعادت السلطة للشعب. حتى قال أحدهم إنه لمن عظمة سبتمبر أن يحتفي بها الجميع بمن فيهم أعداؤها.
إذن في هذه الحلقة مشاهدين الكرام سيكون معي العقيد وهيب الهوري، أركان حرب القطاع الأول في 22 ميكا من تعز عبر الأقمار الاصطناعية، وسيكون معه آخرون أيضا في هذه الحلقة. بداية مساء الخير سيادة العقيد. مساء الخير. أهلا بك عقيد وهيب. واليمنيون يحتفلون في ذكرى سبتمبر بشكل واسع في هذه السنوات الأخيرة وفي هذا العام تحديدا، ما دلالة هذا الاحتفاء الشعبي برأيك؟ بداية نهني القيادة السياسية ممثلة بالأخ المشير الرئيس عبد الرب هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء الأستاذ أحمد بن دغر وجميع كافة أبناء الشعب اليمني، كما أيضا نهنئ أبناء الجيش الوطني المرابطين على الثغور الذين الآن يصدون هجوما ضد ميليشيا الحوثي والانقلاب ويجددون هذه الثورة ويسقونها بدمائهم الزكية. نعم، إذن 26 سبتمبر ليس يوم إعلان ثورة وحسب. نعم. وإنما هو يوم ميلاد شعب وأمة بأكملها. 26 سبتمبر أتت لدك عروش الظلمة والطغيان والاستبداد القاثم على صدور الشعب اليمني. هذا الاحتفاء اليوم الذي تزهو به اليمن جميعا يدل على أن هذه الثورة جاءت لتترجم تاريخ طويل من النضال وكثير من النضالات وأيضا لتسير على درب الشهداء ضد قوى الاستبداد الكهنوت العنصري العنصري وعدم أيضا القبول بأنصاف الحلول الذي مورست على هذا الشعب من قبل سواء في ثورة 26 سبتمبر أو في ثورة 11 فبراير. نعم سيدة العقيد، إذن ماذا عن تعز والتي تمثل دوما قلب الثورات وتدفع ذلك الموقع، كيف كان احتفاؤها بعيد 26 سبتمبر؟ تعز دائما هي حاملة المشروع الوطني وتعز هي من تشهد الدولة المدنية. تعرضت تعز لكثير من الدمار والوحشية ونالت الكثير من همجية الحوثي والانقلاب وهي أيضا تلعب دورها كما لعبت دورها في فك حصار السبعين. ستظل تعز هي حامية مشروع الدولة المدنية، ستظل تعز بأبنائها بثقافتها، هي من تنتصر لكل المحافظات. سترون تعز وأبنائها يسيرون على درب الشهداء وسيحررون تلك المدن والعواصم التي بيد الحوثي وبيد الإمامة. سترون تعز على درب عبد الرقيب بن عمان وعلي عبد المغني الذي أقسم لأمه قسما يا أمي لن أموت إلا موتة الأبطال ولن أسلم رأسي لبيت آل حميد الدين. اليوم أبناء تعز المرابطين يقسمون قسما أننا لن نسلم هذه الجمهورية اليمنية الذي تنفست عبق الحرية وقضت على قيد السجان وفكت قيد السجان ودحرت الكهنوت والظلم والاستبداد. تعز هي منطلق الثورات، تعز بثقافتها بأبنائها. اليوم هي من تتصدى للعدوان الحوثي الكهنوتي المقيت. تأتي هذه الذكرى 56 وأبناء الجيش الوطني اليوم يطوقون الإمامة في كهوفهم ويهدمون عرش الطاغي وعرش الطغاة ويهدمون كهوفهم وكهنوتهم. لا للخزعبلات، ستظل تعز هي من تحمي بثقافتها المشروع الوطني والدولة الاتحادية، وإن شاء الله بإذن الله سنهدم وسنكسر قيد السجان بإذن الله. لن نخضع، لن نركع، لن أيضا نقبل أو نعود لتقبيل الركب. إن شاء الله بإذن الله سنقضي على تلك الخزعبلات، ما يسمى بأنا عبد وأنت سيد أو أنت قنديل وأنا زنبيل. أبناء تعز يعون جيدا أن مهمتهم كثيرة كبيرة وتعز هي من تتحمل العبء.
نعم، إذا سيادة العقيد، ماذا عن العروض العسكرية التي أقيمت في تعز؟ ما هي الرسالة التي أرادت إيصالها؟ العروض العسكرية أرادت أن تصل رسالة أن الجيش الوطني على جاهزة تامة، وأنه جاهز للتحرير، وأن الجيش الوطني لديه مهارات عسكرية عالية، وأصبح الجيش الوطني في أتم الجاهزية. هناك قوة بشرية كبيرة على الأرض، ما ينقص هذه القوة البشرية هو الدعم الحقيقي بالأسلحة المتوسطة والنوعية. ما الذي يمنع هذا الدعم سيادة العقيد؟ يعني التحرير أبناء تعز سيادة العقيد، يعني نتحدث عن تحرير تعز دائما، أيضا بالتحرير. إذا سمحت لي سيادة العقيد، يعني نتحدث عن تحرير تعز والعروض العسكرية التي أقيمت اليوم، جعل الجميع يتساءل، طالما هذه الجاهزية لدى الجيش أصبحت لدى الجيش الوطني، إذا ما الذي يمنع دعمها بالأسلحة الثقيلة حتى يتم التحرير؟ نعم، هذا ما ينقصنا هو أننا نحتاج إلى أسلحة نوعية ثقيلة لمجاهبة العدو. هناك يعني ضعف في هذا الجانب إذا قورنت بما يدور في معركة الساحل الغربي، أو فيما يدور أيضا في تحرير عدن الباسلة، عدن العاصمة المؤقتة. نحن بحاجة إلى مثل هذه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. نعدكم أن نصل في لحظات إلى الحوبان ونحرر المدينة في أقل مما هو مطلوب منا. نحن على جاهزة عالية، نمتلك مهارة عسكرية وقتالية كما ترونه في العرض العسكري. ما ينقصنا هو الدعم الحقيقي للجبهات وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. نعم، سأعود لسؤالك، ولما لا يتم الدعم؟ ولكن اسمح لي أن ينضم معنا عبر الهاتف وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ شفيع العبد من القاهرة. مساء الخير أستاذ شفيع. مساء النور عزيزتي. أهلا بك أستاذ شفيع. وفي ذكرى سبتمبر، ما الذي مثلت هذه الثورة لكل الأحرار في شمال وجنوب الوطن أستاذ شفيع؟ من المؤسف جدا أن يأتي الاحتفال هذا العام بذكرى ثورة 26 سبتمبر للمرة الرابعة على التوالي، واليمن ما زال يعيش حالة الانقلاب الميليشياوي على الجمهورية وعلى الثورة الجمهورية التي أنتجتها ثورة 26 سبتمبر، التي قامت للتخلص من الحكم الإمامي الكهنوتي الذي لا يريد لليمنيين إلا أن يعيشوا تحت حكاية الاصطفاء الإلهي في الحكم لفئة معينة تريد أن تتمايز طبقيا وسياسيا على اليمنيين بشكل عام. فجاءت هذه الثورة للتخلص من هذا النظام الكهنوتي، وجاءت الجمهورية ثم جاءت الوحدة اليمنية كتتويج لنضالات الشعب اليمني خلال هذه المسيرة المتواصلة من التضحيات التي قدمت خلال هذه العقود. للأسف الشديد أن الثورة، صحيح أن الثورة لم تنتج أهدافها الحقيقية أو لم تحقق أهدافها بشكل كلي، وهذا ليس أيضا في الثورة ولكن أيضا في الأنظمة التي حكمت في مرحلة ما بعد الثورة. ثورة 26 سبتمبر هناك من يريد أن يصورها بأنها مجرد انقلاب، وهذا للأسف الشديد وقعنا فيه خلال مرحلة الانقلاب التي تم في 2014، عبارة عن حركة ميليشياوية داخل الجمهورية كانت، أو نبتة شيطانية داخل الجمهورية كان يروج لها من قبل بعض ضعفاء النفوس الذي لم يكن لديهم أي إيمان بالجمهورية ولا بالثورة، وإنما كانوا يتسللون داخل يعني كالنبتة الخبيثة بهدف تحقيق أهدافهم الشيطانية التي ظهرت جلية في آخر انقلاب ميليشياوي لهم، والذي امتد في حقيقة من 2004 وتوج ب 2014 بالانقلاب على الثورة وعلى الجمهورية وعلى النظام الجمهوري وعلى قيم وأخلاقيات اليمنيين بشكل عام وعلى النسيج الاجتماعي. لكن اليمنيين يؤكدون اليوم بالاحتفالات التي تمت في كل المحافظات، تعبير لم تكن بالتعبير الأمثل مثل ما حدث في تعز ومارب. ما يؤسف أيضا أن عدن العاصمة السياسية المؤقتة للجمهورية اليمنية التي كانت حاضنة لنضالات اليمنيين، حاضنة للحركة الوطنية والقادة الحركة الوطنية اليمنية، اليوم لا تحتفل بثورة 26 سبتمبر. هناك من يريد لليمنيين أن يفرقهم من هويتهم الوطنية ويفرقهم كل ما له علاقة بالانتماء لهذه الأرض والانتماء للهوية وللتاريخ.
نعم. التاريخ لا نستطيع أن نتحكم في التاريخ، لا نستطيع أن نلقي فصل من فصول التاريخ أو نلقي جزء أو سطر من سطور التاريخ، بالعكس هذا تاريخنا وعلينا أن نعتز به وعلينا أن نحميه وندافع عنه مثل ما فعل أباءنا الأوائل. الإشكالية اليوم أن هناك مشاريع أخرى لا علاقة لها باليمنيين بالمطلق، مشاريع من خارج الحدود تهدف إلى تمزيق اليمنيين إلى إضعاف وحدتهم، هذا ما يحدث اليوم. ولكن أعتقد أن اليمنيين قادرون كل ما يستطيعون لرد هذه المشاريع وصدها والحفاظ على جمهوريتهم واستعادتها من براثن الكهنوت الإيماني. نعم، إذا ما أهمية استحضار سبتمبر وأكتوبر أستاذ شفيع، خاصة في ذاكرة أجيال لم تعاصر هذه الثورات؟ لولا ثورات سبتمبر وأكتوبر لكنا اليوم ما زلنا في الحضيض، لكنا ما زلنا في 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 خارج نطاق الدولة، خارج نطاق الجمهورية. ما يحدث اليوم من انتصارات أو ما حدث اليوم من حالة من تتويج اليمنيين المكانة اليمني المكانة التي يعيشها اليمن مرفوع الرأس شامخا، هي بفضل هذه الثورتين، بفضل النضالات التي تمت، المنجزات التي تحققت للإنسان اليمني. صحيح أنها ربما منجزات ضعيفة على ما يتعلق بالتنمية ومشاريعها والخدمات وإلى آخره، لكن ما يميز اليمني أنه استطاع أن يحقق حالة من الحرية، حالة من الحرية تجسدت في هذه الثورات وتحقق الوحدة اليمنية. ثم جاءت ثورة فبراير كثورة ثالثة لليمنيين. لولا هذه النضالات المتراكمة، لولا هذه الحركة الاستمرارية أو الديمومة التي تمت اليمنيين طوال المسيرات السابقة لما كنا موجودين اليوم، لما كنا نتحدث نعبر عن آرائنا بكل حرية، لما حدث هناك دولة نطالب اليوم باستعادتها، لكنا خارج نطاق العصر، نعيش في حالة من الشتات وفي حالة من الفوضى التي يراد لنا اليوم ان نعيشها رغما عنا. ولكن اعتقد ان المباريات التي تتحقق اليوم والانتصارات التي تم في مختلف الجبهات لاستعاده الدوله، اعتقد ان المشوار ربما يكون طويل، لكن ما يكفينا ان الثورات هذه منحتنا الحريه، منحتنا كثير من القيم التي نعتز بها كيمنيين. نعم، اذا برايك استاذ شفيع، لماذا تعثر المشروع الوطني في الشمال والجنوب رغم مرور اكثر من نصف قرن على قيامه؟ قياب الكتلة التاريخية التي تستطيع أن تحمل المشروع الوطني. ما يحدث للأسف الشديد أنه عبارة عن مجموعات من الابتزازيين ومجموعات من اللصوص الذين تولوا مسيرة الحكم طوال الفترات التي عقبت الثورتين، حتى مشروع الوحدة اليمنية، الحلم لليمنيين، تحقق في عهد أسوأ قيادتين حكمت الشطرين. لهذا إشكالية اليمنيين، مشكلتنا الرئيسية في عدم النهوض، عدم تحقيق أو استكمال حلمنا الوطني، في افتقارنا الى القيادات التي تستطيع ان تحمل هذا المشروع وتحمل امال وتطلعات اليمنيين. ما يحدث اليوم للاسف الشديد حتى في هذه المرحله، في هذه المرحله الحاسمه من تاريخ اليمنيين ونحن نناضل من اجل استعاده الجمهوريه واستعاده مشروع الدوله، ما زلنا نركن على الادوات الحرس القديم، لم نستطع ان ننتج قيادات جديده بمقدورها ان تحمل هذا المشروع الى الامام. من كان جزء من الماساه، جزء من المشكله، لا يستطيع ان يكون جزء من الحل. لا علينا أن نغير أدواتنا. اليمنيون إذا ما أرادوا الانتقال إلى مصاف الدول، إلى مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وكرامته، لابد أن نبحث عن أدوات جديدة، أدوات طموحة وأدوات شابة غير ملوثة بماضي، غير ملوثة بأي ماضي لها ارتباطات بالفساد أو بانتهاكات حقوق الإنسان أو بكثير من الأشياء التي دمرت قيم اليمنيين خلال المسيرة السابقة. لابد أن نبحث عن أدوات جديدة. العمل على إعادة الماضي لن يأخذنا نحو المستقبل بالمطلق. نعم، لكن الآن نحتاج المشكلة. نعم، لكن الآن أستاذ شفيع هناك محاولة لتشطير ذاكرة اليمنيين يعني لا ترتبط بواحدية الثورة في الشمال والجنوب، ما مخاطر ذلك برأيك؟ أعتقد أن مصطلح واحدية الثورة هو واحد من المصطلحات التي أثارت حبيبة اليمنيين باعتبار أنه منتج من منتجات نظام المخلوع صالح. واحدية الثورة كان الهدف منها الذي أنتج صالح في هذه المرحلة، في المرحلة السابقة كان الهدف منها طمس ثورة 14 أكتوبر على اعتبار أن هذا المصطلح جاء بعد الانقلاب على مشروع الوحدة في حرب 94. إذا اليوم علينا أن نتحدث عن ثورتين، ثورة 14 و26 سبتمبر وثورة 14. نعم، لكنهما تصبان بنفس تصبان يعني في مجرى واحد. على صحيح. على هذه الثورتين مكملتين لبعضهما البعض. نعم. التضحيات التي قدمت تضحيات مشتركه. صحيح. اذا اليوم علينا ان ننتصر لهذه الثورتين، ان لا نحاول ان نكرر بعض المصطلحات التي كانت هي
سبب في تكريس كثير من حالة الانقسام في المجتمع. نعم اليوم. لكن ما قصدته بوحدية الثورة أستاذ شفيع. نعم ما قصدته بوحدية الثورة ليس طمس واحدة عوضا عن الأخرى، ولكن أن هناك يعني ثورتين صبتا في نفس الهدف، هناك يعني ثورة مشتركة بتاريخين مختلفين أو لأهداف مشتركة على الأقل. وتضحيات مشتركة أيضا، ودماء جنوبية في الشمال ودماء شمالية بالضبط. نعم. فبالتالي هي ثورة من حيث الأهداف والقيم والمبادئ، هي ثورتين مكملتين لبعضهما البعض. وما يحدث اليوم هو نتاج لهذه الثورات، من حالة الاستشفاف الموجودة اليوم في مختلف المحافظات لدحر هذا المشروع الانقلابي، المشروع السلالي الذي يعني قائم على فكرة الاستفاء الإلهي والاستفاء في الحكم وجعل البقية اليمنيين مجرد رعاة. هذه نظريات أو أسطورات أو يعني تم طمسها من قبل اليمنيين في الذاكرة اليمنية، لم يعد لها وجود. فهناك من يريد أن يفرضها علينا اليوم. اليمنيين اليوم بحاجة إلى مزيد من التماسك، مزيد من التلاحم باتجاه إيجاد دولة عادلة، دولة المواطنة والمتساوية. الانتصار اليوم بثورة 26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر وثورة 11 من فبراير يتمثل في وحدة الصف اليمني باتجاه دحر الانقلاب وإقامة الدولة العادلة التي يستطيع اليمنيون العيش تحت ظلالها. ما يتعلق بقضايانا الأخرى، قضايانا الخلافية، نستطيع أن نحلها تحت هذه المظلة فيما بيننا البين كيمنيين. لكن علينا اليوم أن نحتفي بثورة 26 سبتمبر بكل أريحية، باعتبار أن هذه الثورة هي بارقة الأمل. وفي قادم الأيام سنحتفل بثورة 14 أكتوبر، وأتمنى أن يأتي الاحتفال بثورة 14 أكتوبر وقد حققنا مزيدا من التقدم على مستوى الانتصار في الجبهات دحر مشروع الحوثي، وعلى المستوى الآخر إعادة الدولة في المناطق المحررة، إعادة هيبة الدولة، حضور الدولة، ووضع معالجات الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الشعب اليمني اليوم. لا. مزيدا من الفرقة ومزيدا من الأزمات ومزيدا من الانتكاسات التي سنعيشها وسيستفيد منها مشروع الحوثي، هذا المشروع الإمامي الميليشياوي السلالي. اليمنيين اليوم بوحدتهم بتماسكهم في جميع الجبهات لابد أن نتجاوز كل المعضلات، كل الخلافات البينية التي بيننا، ونقفز إلى مرحلة بناء الدولة. وأنا أكرر أن مشروع بناء الدولة لن يتحقق اليمنيين إلا بأدوات جديدة، أدوات شابة، أدوات طموحة تنظر إلى المستقبل ولا تلتفت إلى الخلف. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك سيادة العقيد وهيب. سيادة العقيد، يعني كنا نتحدث، سأناقشك عما تحدثنا مع الأستاذ شفيع، ولكن قبل ذلك كنا نتحدث عن مشكلة دعم الجيش الوطني. قلت بأنكم بحاجة إلى أسلحة ثقيلة، بحاجة إلى دعم حقيقي ليتمكن هذا الجيش الوطني من التحرير، ولكن السؤال أبرز، لما لم يتم الدعم حتى الآن؟ أختي الكريمة، هذا السؤال يوجه أيضا للداعمين، لماذا هذا الحرمان ولماذا لم تدعم تعز كما دعمت بقية المحافظات كعدالة، يعني كعدالة يتم تقاسمها أو بين المحافظات؟ تعز تحرم من الكثير من هذه الأسلحة النوعية وتعاقب بشكل أو بآخر. هذا التساؤل يطرح إلى الداعمين وإلى الجهات الداعمة، ونحن في الحقيقة نثمن كل الجهود التي تدعم الجبهات وجهود التحالف، لكن هناك ما أدري أشياء قد تكون هناك لهم اعتبارات أخرى لا نعلم ما هي، وهي أن تعز لم تدعم دعما حقيقيا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. نعم، إذن برأيك أستاذ يعني العقيد وهيب، من الواضح يعني تجذر هذه العقيدة الجمهورية وسط القطاعات العسكرية، هل تجد أن هذا الأمر انعكس على الجيش في هذه الذكرى؟ لم أسمع السؤال جيدا. نعم، تجذر العقيدة الجمهورية في أوساط الجيش، هل تجد أنه انعكس هذا الأمر في هذه الذكرى خلال الاحتفاء بهذه الذكرى؟
نعم أختي الكريمة، لقد كان 26 سبتمبر متجذرة في الوجدان الوطني وخالدة في الروح اليمنية، وأيضا متجذرة في قلوب أبناء الشعب اليمني والجيش الوطني. الجيش الوطني اليوم يقدم كثير من التضحيات في الجبهات ويسقي هذه الأرض الغالية بدمائه الزكية من أجل أن يدافع عن 26 سبتمبر وعن ثورة 11 فبراير والثورة المتجددة اليوم بما نقوم نحن الجيش الوطني في الجبهات. اليوم الجيش الوطني وكأنه يقول أنه سيقتلع جذور الإنقلابيين والحوثيين والإماميين من جذورهم. اليوم يطوقونهم في مران وهناك في معقلهم في صعدة، وإن شاء الله سنضع علم الجمهورية اليمنية في مران كما قال الأخ المشير عبد ربه هادي رئيس الجمهورية. نعم، إذن سيدة العقيد، هل نحن أمام استعادة الجمهورية الثانية كما يقال، ويعني خاصة بعد الانتكاسة التي حدثت للثورة الأم؟ ستة وعشرين سبتمبر دفنت أحلامهم، دفنت أحلام الرجعية والكهنوت والظلام، ولم يكن هناك انتكاسة بشكلها الحقيقي، بل سنظل نجدد هذه الثورة بدمائنا، إنما هي تجديد، وسنظل نقدم قوافل الشهداء وسنجدد هذه الثورة. هي ثورة 26 سبتمبر هي الثورة الأم، هي الثورة الخالدة، هي يوم أن أشرقت شمس الحرية على هذا الشعب، هي أيضا ميلاد شعب وميلاد أمة، وستظل تتجدد وسنظل ندافع عن الثورة. لم يكن هناك انتكاسة، كان هناك محاولة التفاف من عفاش وأجندته على أهداف ثورة 26 سبتمبر، ثم حاول أن يسلمها إلى الإماميين مرة أخرى. اليوم سندفن أحلامهم ونحن ندفنها كل يوم في الجبهات، ولديهم إحصائيات كم قتل منهم في الجبهات، وهم اليوم يستنزفون ولا قوة لهم. اليوم هم يتقهقرون ويناورون بشكل أو بآخر. الثورة مستمرة وسنقدم أرواحنا رخيصة من أجل الثورة وحتى آخر قطرة دم فينا وآخر نفس. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المقدم العقيد وهيب الهوري، أركان حرب القطاع الأول في 22 ميكا، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. وينضم معنا عبر الهاتف المقدم بندر المهدي رئيس المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة من ميدي. مساء الخير سيادة المقدم. هل تسمعني سيادة المقدم؟ المقدم بندر المهدي مساء الخير، هل تستمع إلي؟ مرحبا. أهلا بك سيادة المقدم بندر. يعني أود أن تحدثنا بداية عن حضور ذكرى 26 من سبتمبر في وسط الجيش في الميدان، كيف كان؟ أهلا وسهلا بكم وتحية لكم وللسادة المشاهدين. وسبتمبر مجيد لكل أبناء شعبنا، سبتمبر مجيد لديرتنا السياسية، سبتمبر مجيد لكل أبطالنا الميامين في كل الجبهات وفي كل الميادين، والرحمة على شهدائنا والشفاء لجرحانا والنصر لأمتنا. سبتمبر يعني كل يوم يتوهج سبتمبر في نفوس أبناء شعبنا اليمني والمؤسسة العسكرية، ويعني حضور هذه الميليشيات وهذا الظرف الذي تعيشه اليمن، هذا الظرف التاريخي استبان لليمنيين ولأجيال اليمن المتأخرة ديمة سبتمبر المجيد وديمة شهداء سبتمبر 62. ويعني هذه الميليشيات التي عادت اليوم وانقلبت على شعبنا ببشاعتها بجرائمها تبين لنا عظمة سبتمبر، تبين لنا ولأبناء شعبنا عظمة شهداء سبتمبر، قيمة ثورة سبتمبر. كل يوم تتوهج هذه الثورة في نفوسنا، ولذلك هناك يعني فعاليات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية تمثلت هذه الفعاليات بإيجاد الشعلة
في المناطق المحررة، وكذلك زيارات ميدانية من قبل السلطات العليا. كان اليوم في زيارة المنطقة العسكرية الخامسة الفريق الركن علي محسن صالح نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان في هذه المناسبة كان هناك عرضا عسكريا لوحدات رمزية من أبناء المنطقة العسكرية الخامسة، وتتزامن هذه الاحتفالات مع انتصارات كبيرة حققها أبناء الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة. سبتمبر كل يوم يشعر كل أبناء اليمن بعظمته بقيمته. نحن اليوم وكل أبناء شعبنا مستمرون في معركة سبتمبر المجيد، ويعني معركة سبتمبر لا زالت الثوار يعني هم الثوار، ويعني خصوم سبتمبر هم خصوم سبتمبر أنفسهم، ومثلما انتصرت